حاتم عمر، فرحان بالمحاورة ديالك. مدة ديال العطاء وسنوات ديال الاجتهاد ان شاء الله باش وصلتي لهذه المرتبة. شنو مولد لجمهورك ديال الموازي اليوم؟ والحمد لله، يعني دائما كنبغي ندير في كل كونسير كل فيستيفال كنبغي ندير شي حاجة جديدة. كنتمنى اليوم داكشي اللي وجدتو ليكم يعجبكم. جيو يعني ما كرهتش نشوف مليون ديال لي فان، علاش لا؟ مرحبا بكم، غتشوفوا عرض اللي خدمت عليه بزاف، كنتمنى يعجبكم ان شاء الله. شنو المظهر اللي غتطلبين ان شاء الله اليوم الظهر؟ المظهر ديال واحد حمق غادي في الزنقه. لا زعما اللي بالها شنو غيكون؟ غادي يكون عادي جدا، مودرن. غادي يكون مودرن. معنا كاين شي سلهام؟ غادي يكون سلهام مغربي كنفتخر به، اللي هما من كادو من عند لي فان ديالي. سلهام يعني حقو طريقو مغربي وفيه الرايه ديال المغرب، اللي كنفتخر انني كنتمي لهذه الرايه وهذه البلاد، والله ينصر سيدنا. واليوم ان شاء الله غتشوفوا سهره قويه جدا. حاتم عمور، شنو ردك الناس اللي انتقدوا المظهر ديالك مؤخرا في احدى السهرات ووضعك المكياج؟ مرحبا بهم، هذوك الناس راه هما من الجمهور ديالي، حيت كون ما كانوش من الجمهور ديالي ما ينتقدوليش. فمنين كنشكل يعني واحد كنشغل لهم البال ديالهم وكيفكروا فيا وينتقدوني، من حقهم، لان انا كنجيو الانتقاد من عند الاب ديالنا والام والاخوان، فماشي عيب الانتقاد. مرحبا بالانتقادات ديالهم كاملين. واش قلقاتك الصوره اللي داولت مؤخرا في مواقع التواصل؟ ماشي مشكل، حيت هذيك الصوره ماشي اول مره كانوا دارت السياسيين والناس في جميع المجالات كيديروا صوره كيبقاو يضحكوا بها، فاتى انا ضحكت معاهم على راسي، داروا لي بزاف ديال الحوايج. ولكن كنقول هذا ماشي عمل محترم، ماشي حاجه زوينه اللي داروا، ولكن ما عندنا ما نديروا، الله يسخر والمسيره قافله. عندك مشاريع رمضانيه؟ والصراحه للاسف ما اشتغلتش حتى في شي سيت كوم ولا حتى شي حاجه. اللي غنقول لك هو الاغنيه ديال قص يعني ديال باعت الحب، هي قصه غتسمع بحال كتسمع شي مسلسل بالغناء. رمضان كريم لكل المشاهدين شوف تي في، دخل عليكم الصحه والسلامه وراحه البال. ميرسي.